رسالة من مصور أمريكي. هذه الرسالة تعد من أهم 100 صورة في التاريخ. صبي ياباني ينتظر دوره في محرقة الجثث مع شقيق المتوفي على ظهره. شعوب جعلت من ماضيها الأسود حاضرا راقيا. سبتمبر عام 1945 في ناكازاكي التي دكتها الطائرات الأمريكية بالقلابل الذرية والعنقودية لتحولها إلى ركام. يتحدث مصورها جو أودونيل مبعوث الجيش الأمريكي لليابان قائلا: تقدم الطفل حاملا شقيقه الرضيع الميت على ظهره بثبات، كان يعض على شفتيه كي يمنع نفسه من البكاء، كان يقف متأثرا بالوقفة العسكرية، كان ينتظر دوره في المكان المخصص لمراسم حرق الجثث حسب التقاليد اليابانية لحرق شقيقه الصغير والذي مات في إحدى الغارات الأمريكية، ذلك عقب سقوط القنابل النارية والذرية على جزيرة ناكازاكي. كان ثابتا قويا برغم كوني حافيا هزيلا، كان شجاعا ومبهرا، لم أجد بدا من تخليد ذكره هو شقيقه الصغير المجهول الذي قتلته قنابل بلدي أنا. هذا جزء من تاريخ أمريكا التي تدعي أنها صنعت السلام العالمي وأنها تحارب الإرهاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تصلني.